اول كوبايه شاي تتعمل بعد ما جددت المطبخ والروقان. بقى الفيديو النهارده الفيديو الحماسي بتاعي اللي انا مستنياه بقالي كتير قوي. ليه بقى؟ عشان النهارده الفيديو اللي انا هحط فيه كل حاجه انا اشتريتها في المطبخ على الرخامه، وهجدد كل المنطقه دي. بصوا المهزله اللي جوه دي، استنوا، بصوا المهزله اللي جوه دي، كل ده بقى هيتعمل وهجدده بحاجات انا اشتريتها. هوريها لكم دلوقتي. شايفين الاضاءه؟ حاسه ان الاضاءه متظبطه شويه عن كل الفيديوهات. عارفين ليه؟ بستخدم الكشاف بتاع الراديو. طيب ماشي، انا رجعت الراديو في مكانه بقى محترم زي ما هو. بصوا بقى، اول حاجه هستخدم دي النهارده، الفازه دي، ودي الحاجات اللي هتحط جوه الفازه، وهستخدم المفرش او الفوطه دي، وهستخدم الستاند بتاع الميكرويف، وهستخدم الحاجات كلها اللي في الشنطه دي. تمام، فيلا بينا. طبعا قفلته من فوق بالحاجات اللي هي فيه دي. تمام خلاص، يبقى انا كده عندي اربع حلول للستاند ده، للفراغات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده ان الفراغات دي كبيرة جدا. عندي اربع حلول. الفايبر الشفاف ده غالي جدا، يعني الحتة دي هتكلفك مثلا 300 جنيه. الازاز ممكن يقع منك يتكسر. وعندك الخشب او الابلكاش، ده احسن حل. والحل الرابع اللي هو تجيبي الورق اللي هو الشفاف ده وتلفيه، بس حسيت ان هو كأني جايباه بورقته ومستخسره اشيل الورقه. عندي بقى حل خامس، صينيه زي دي كده، دي كانت ب 12 جنيه باين اهي، بتتحط تحطيها زي ما انت عايزه بقى، ممكن تحطيها بالعرض او بالطول على حسب انت ايه عايزاه، لو انت عايزه تحطي كوبايات او كده. تمام، وشكلها برده حلو. انا كان قصدي اجيبها بيضه لون الستاند بالظبط. بصوا نفس الحاجه بالظبط. تمام كده، بصوا يستحملوا الاضاءه في الحته دي عشان مفيش اضاءه هنا كافيه وكده، بس يستحملوها بقى. معلش استحملوها زي ما انا مستحملاها لحد ما نشوف الحل في ايه. المهم بقى هشيل كل الحاجات دي. تمام اهو، طبعا الحته دي كانت مترتبه قبل كده، يعني في فيديوهات كتير انا رتبت المنطقه دي كده كذا مره معاكم، بس كانت حاجات تانية، بس انا لقيت الحل ده فقلت اجربه وينفع، فهنشوف الموضوع ده دلوقتي. طبعا همسح دلوقتي المنطقة دي كلها. طبعا خلي بالي ان الكهرباء ما يجيش عليها الجمهورها اللي انا برش ده، عشان تلاقوني تاني. قبل كده عملت موقف في قريبتي، خليتها كانت بتمسح الارض او بتمسح الحيطه وهي، رحت رشيت ميه بالدش على فيشه الكهرباء، اتكهربت. مش عايزه اقول لكم حصل يعني، كانت حاجه تخوف، بس انا قعدت اضحك يعني، ما اعرفش اذا كان هبل مني او تخلف مش عارف، بس من ساعتها بخلي بالي، يعني بخلي بالي ان انا ما اجيبش ميه ابدا من ناحيه فيشه الكهرباء، علشان الانسان ممكن يروح في ثانيه. بصوا بصوا التراب، انا بقول لكم الحته دي بقالها كتير ما اتظبطتش، وانا بالنسبه لي الفيديو حماسي لان انا كنت مستنيه ان انا اعمل كده اصلا، بس كنت في حاجات كانت ناقصاني فكنت لازم اشتريها، فاشتريت شويه حاجات وربنا يسهلها. يلا بقى نحط الستاند دلوقتي. انا قلبته الناحيه الثانيه علشان حسيت ان هو هيبقى عملي لما الحته الخشب دي اللي هي الحته اللي انا مغطيها اصلا هي اللي تبقى بره، عشان استخدام بره يبقى اكتر. واحط بقى تاني. كده خلصت الجزئيه دي، شايفين الفرق الشاسع؟ يعني كل الحاجات دي اصلا كانت متركبه هنا، ولما لي بقى حاجات كتير. انا دلوقتي جبت القهوه، حطيت الحاجات فيها على الستاند، حطيت حاجات القهوه
الكنكة والسبرتاية اهي، وحطيت التوستر. لسه هحط حاجة هنا بس مش عارفة، بس ممكن احط طبق او اي حاجة، بس دلوقتي مفيش حاجة في دماغي. وحطيت الكنك. تمام، هنخش بقى المنطقة دي هرتبها برضو، فيلا بينا. دي الحاجات اللي بنحط عليها، الحاجات اللي بنحط عليها الشاي يعني على الترابيزه. ده خص دي بقى عمليه جدا يعني، دي اكتر حاجه انا بستخدمها وما بخافش عليها. لو انت لقيتيها هاتيها. دي الخمسه كانوا ب 12 جنيه، يعني رخيصه خالص. ودول كانوا بتاع بابايا الله يرحمه، فلقيتهم خدتهم محافظه عليهم بقى طبعا، بس ما كنتش عليهم حاجه عشان انا قلت لكم يعني واخدها ذكرى، فحطها كديكور كده بس ما بستخدمهمش. دي بقى انا كنت شاريها من راس البر، كانت الواحده تخيلوا بكام. بص هي صاج كده، بص اصلا عامله ازاي. دي اللي عجبتني في الموضوع. تخيلوا بقى انا اشتريتها ليه. شايفين العلامه اللي هي التشيك دي اللي هم كاتب اسمه يعني، انا اشتريتها بقى عشان العلامه دي. انتوا متخيلين ان هي ادق التفاصيل تخليني اشتري دي؟ بس هي كانت بكام اصلا يعني؟ كانت ب2 جنيه ونص يعني. انا اشتريتهم لقيتها ب2 جنيه ونص، رحت خدت اللي في المحل كله. هو انا لحد دلوقتي ما استخدمتهاش، انا حطها برضو كديكور عشان خايف احط عليها الكوبايه تتقشر، فخاف. انا مجربتهاش بصراحه، بس انا كنت جايباها عشان شكلها يعني. انا بحب اول الحاجات دي، بحب بقى الحاجات اللي فيها ذهبي ونحاسي دي جدا. نيجي بقى على البومبينيرات. دول اصلا انا كنت شارياهم من فتح الله، كانت واحده ب25 جنيه. بحط فيها ده إيه، مرمرية بشربها ساعات، بحطها على الشاي او خليها طعم الشاي حلو. جبت منهم 3، عطيتهم طعم. وده نعناع ناشف، وده قرنفل لما احب بقى اشرب الشاي بقى وكده. ده بقى نسكيك. وده ستاند عادي خالص بتاع مجات، كنت جايباه ب15 جنيه من الشارع يعني، مش حاجه. خليك على جنب هنا. بس ده بقى مناديل انا واخداها من المطعم، لقيتها مكتوب عليها اهلا وسهلا، خدتها محافظه عليها لسه في الكيس. الصينيه دي بقى جايه لي هديه من السعوديه. منين بقى؟ اللي عارف محل 5 ريال، 5 ريال اللي في السعوديه. جايه لي بقى هديه ايه منه. فبصراحه بص انا بحافظ عليها قوي يعني، هي يعني ب5 ريال يعني، بس والله حلوه جدا. انا محافظه عليها، هي ضعيفه شويه يعني. بصوا تحسوا ان بصوا يعني المفروض ما تتعرضش نهائي للميه، او ما اقعدش ازق فيها بقى رايح جاي كده يعني. ايه اخلي بالي ب5 ريال، بس انا بحب شكلها قوي يعني. دي لو باظت هزعل قوي، هزعل قوي، يا رب ما تبوظ. عشان مش عايزه اقول لكم ريحه النظافه. بصوا انا برش على الرخامه ميه وصابون او ميه وكلور، بس ميه وكلور يعني انا ما بحبهاش قوي على الرخام، علشان ساعات بحط اكل فالكلور اصلا ايه خطر علينا. ميه صابون امسحها كده، فيعني ايه الكلور ولا الصابون. بس في الحتت بقى اللي انا ما بظبطش فيها يعني، مثلا حته رخامه انا يعني واثقه 100% ان انا مش هحط عليها اكل، احط عليها ميه بكلور، كلور مخفف طبعا، علشان الكلور ده انا بالنسبه لي دمار شامل والله يعني. هو مطهر بس يعني بيخرب حاجات كتير معاه. طبعا بقى لازم هروح هنا مشترك، احط مشترك هنا. بس حاسه ان مشترك ده اي كلام يعني، حاسه ان ممكن الشقه تضرب بسببه، فهحاول اجيب مشترك تاني علشان الليد اللي انا حطاه هنا ده.
وكمان علشان الكاتل، انا بستخدم الكاتل كتير قوي، اللي عارفيني عارفين ان انا مدمنه شاي، ممكن كل نص ساعه اقوم اعمل كوبايه شاي. فاللي هو لسه بشوف مشترك هحطه في الفيشه. وبصوا الحمد لله انا طلعت حظيظه ان هي المسافه بين دي، يعني لو هنا يعني المسافه مش لامسه الفيشه، فدي حاجه كويسه. يعني من الافضل ان هي تكون الفيشه في هنا، تبقى في النص او كده، تمام. بس انا برضو هقول لكم ان انا كنت قايسه كل حاجه. هنيجي بقى عند المنطقه اللي هي في اول الرخامه. بصوا الحته دي كانت فاضيه اصلا عندي، انا كنت مفضياها عشان بطبخ فيها، فانا مش عايزه اعملها برضو. فانا هحط الحاجات دي كلها هنا، تمام. ازاي بقى هوريك. طبعا ده انا مش عايزاها دلوقتي، دي المفروض تتعلق على الاستاند من فوق، بس انا مش هعلق حاجه على الاستاند عشان اخليه هادي كده، فهشيلها على جنب، ممكن احتاجها في اي حاجه تاني. المهم بقى ايه، ان احنا هنحط الحاجات دي دلوقتي، تعالوا نشوف ازاي. هنيجي بقى على اخر حاجتين. بصوا دي المفروض ان انا عايزه اعلقها هنا، بس مش عارفه دي هتستحملها ولا لا. يعني انا يعني مش عارفه الستاند ده هيستحملها ولا لا. يعني انا مثبته الستاند كويس بس مش واثقه فيه. يعني انا من النوع اللي انا ما بثقش في حاجه. فنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. اما بقى دي، ده بقى ايه لسه شارياها دي يا جماعه، مكنه وافل، تمام. مكنه الوافل دي بكام؟ ب127 جنيه. دي المفروض ان انا بحطها على البوتاجاز، بس انا لسه مجربتهاش، فاللي جربها يا ريت يكتب لي في التعليق هي نظامها ايه، لان انا لسه اصلا ما اتعلمتش اعمل الوافل. يعني انا عارفه ان ايه بنفصل الصفار لوحده والبياض لوحده وحاجات كده، بس انا لسه ايه ما عملتهوش بصراحه. فاللي عملته في المكنه دي تقول لي الدنيا ماشيه معاها ازاي. عموما انا دلوقتي هعلقه هنا كديكور، علشان هو شكله عاجبني اصلا. في منه شكلين، شكل الورده وشكل المستطيل، بس انا حبيت اشتري شكل المستطيل او المربع عشان ده الشكل اللي هو الرسمي بتاعه، تمام، اللي هو الشكل الكلاسيكي، تمام. فيلا بينا. انا دلوقتي بصراحه مش عارفه اشيل ايه من هنا، لان كل الحاجات عجباني. يعني طبعا مش هشيل الكنكتين النحاس دول، لان انا بحبهم قوي، والكوبايه دي انا بحبها، بحبها بقى ايه دي، انا كنت بشرب فيها على طول شاي بلبن. لا شاي بلبن ايه، ما بحبش الشاي بلبن. اللي خلاني اقول شاي بلبن اصلا اي كلام يا عبد السلام وخلاص. ده بقى انا كنت بحب اشرب فيها على طول كابوتشينو او لاي 3 في 1 والكلام ده. المهم ان هو يعملني، بص حصل ايه، كسر كله، زعلت على الاخر. بعد كده بقى رحت لزقت وقلت انا هستخدمه كديكور بس. يعني ايه، هو مش يعني بصوا، يعني ما بحبش ابص الناحيه دي، انا بحب ابص الناحيه دي، ما بص الناحية دي بزعل. يعني انا كنت بحبه جدا، وهو بقى كبير وكده فبيستحمل، تمام. انا ممكن اشيل مج من دول، يعني هشيل مج اخلي واحد بس واخلي الثاني. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، وهي حطيت الحاجات انا اشتريتها جديده. الحاجات دي انا بحوش فيها بقالي 4 شهور. فلو انت عايزه تجددي مطبخك انت كمان وتحطي حاجات انت حباها، كل ما يعجبك حاجه حوشي وهاتيها واحده واحده. انا كنت بشتري، اشتريت مثلا دي مع دي، واشتريت دي مع دي، واشتريت دي لوحديها، واشتريت دي لوحديها، واشتريت دي لوحديها. يعني ما بنزلش اشتري لوكشه واحده كده، عشان لازم احوش. و انتوا فاهمين، انتوا فاهمين انا قصدي ايه. المهم تابعوني الفيديو الجاي، علشان لسه هنظم الارفف وهعمل الحاجات دي معاكم لسه. بس للاسف مش هينفع دلوقتي، علشان الكاميرا هي اللي بتستمني، مش انا اللي بسستمها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الكاميرا هي اللي بتفصل
هتفصل لوحدها يعني، انا هي فصلت دلوقتي معايا، ف انا مش عارفه اعمل بصراحه يعني، عيب قوي ان انا كل شويه امشي بالشحن بتاع البطاريات بتاع الكاميرا كل شويه بتفصل من غير سبب، فممكن اكون مندمجه قوي في فيديو وفجاه تفصل مني يعني، يعني مش عارفه اعمل ايه. المهم تابعوني الفيديوهات الجايه، ويا رب يكون عجبكم التجديد. اكيد انتوا فاكرين في الاول كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. لسه اول مره تشوفيني دوس اشتراك، اهلا بيكي، وفعلي زرار الجرس عشان لو عملت فيديوهات جديده ان شاء الله توصلك، وكمان دوسي لايك لو عجبك الفيديو، وباي باي.